للمزيد زوروا mtv.com.lb. دكتور ألان خلف اختصاصي مسالك بولية وأعضاء تناسلية موجود معنا اليوم، وموضوعنا راح يكون البحث والكلى، يعني هل مشكلة البحصة بالكلية اللي موجعة وموزي اسمها موجعة حتى. بونجور. بونجور. ينعاد عليك. عليكم كمان. البحصة بالكلية يعني لا تصير بحصة، بتصور مرقت بفازات عديدة ولها أسباب عديدة. لا. كمان. لا. هلا اكيد بعد العياد كمان هلا كلنا اكلين وانواع اكل كثيره، وكل هيدي معقوله تشكل حافز لتكوين البحص. هلا تنكون سريعين شوي، البحص بيتكون من شغلتين. اكثر شيء عندنا البحص الاوكزالات كالسيوم اللي هو البحص الكلسي، وعندنا البحص الرملي اللي بلبنان كثير لانه بناكل كثير لحمه واشياء كثير مدهنه. هيدي شيء 20% 30% من حاله البحص. البحص الكلسي اللي بنعرفه كلنا هو البحص القاسي اللي بنحكي عنه بعد شوي بيتفتت، يعني البحص الابيض اللي ببين على الصوره بحص ابيض. هلا رح نحكي شوي عن مسببات البحص. اذا ما في رمل وبحص، في بحص رملي وبحص كلسي. هلا الرمل هو يعني حبيبات اذا بدك، وبيقطع اجمالا الرمل بيقطع بس بيعمل كريزه، بيعمل كريزه بس بيقطع، انه رمل يعني بعد ما صار بحصه تتكون. يعني هلا هي البحصه تتسكر المجرى تقريبا بتكون بال 5 ميلي. اوكي، لانه المجرى القطر تبعه الديامتر هو 4 ميلي ماكسيموم. هلا لما يصير في التهابات وتوهجات بيضيق شوي، بس مبدئيا هو 4 ميلي. هلا كل بحصه تحت ال 4 ميلي المفروض تقطع مع الادويه، مع المصل المفروض تقطع، مع الحركه. البحص الاكبر ما بيقطع. سو الرمل هو البحص الصغير اللي بيقطع بكريزه صغيره وبيقطع. البحص الكبير اللي هو بنعده من 5 ملي 6 ملي وطلوع، هيدا البحص اللي معقول يعمل انسداد بالمجرى. هالانسداد بالمجرى بيعمل عوارض اللي كل اللي عم يسمعنا هلا بيعرف، لانه اللي مثل بيقولوا اخذ كريزه بحص ما بينساها بحياته. ليه العارض بيكون مفاجئ؟ العارض مفاجئ لانه البحصه طالما هي بالكلوي ما بتوجع، لانه الكلوي الديامتر تبعها كبير، فيها مسافه، فيها اسباس. المجرى مثل ما قلنا 4 ملي، لحقت ونزلت البحصه، الكلوي عم تشتغل والبحصه معلقه، تتضخم الكلوي بصير في وجع، هو الوجع اللي لا يطاق، انا بقوله اكثر من وجع الحبل، معروفه الكلمه يعني. دونك لما ينسد المجرى بتعمل هالاوجاع. دائما السبب بيكون الاكل والمي ولا في اسباب وراثيه؟ اهم شيء رح نحكي سريعا عن اكيد في اسباب وراثيه، في اسباب أو خلقيه اكيد، وفي اسباب خلقيه ما رح نتطرق لها كثير لانه هي قليله. اسباب انسداد بالمجرى، الوصل بين الكلوي والمجرى بتكون ضيقه، كله هيدا الالتهابات المزمنه بتعمل كلها بحث من نوع ثاني ما رح نحكي عنه. رح نحكي عن البحث اكثر شيء اللي بالاكل اللي بهم المشاهدين بالاكل. الاكل هو قلنا الكالسيوم، اوكزالات كالسيوم، يعني اهم شيء قله شرب الماء. يعني نحن بنعرف عندنا موسم شوب كثير بلبنان طويل، بهالمواسم بيزيد البحص لانه بيصير في بقل المشروب عندنا، شرب الماء بتقل، بيصير في عندنا ديزيدراتاسيون، يعني بنشف الجسم، بيصير بيعمل بحص اكثر او بيرسب بالبول اكثر. ما رح نتطرق كثير للميكانيزم تبع البحص، رح نقول شو المسببات. قلة شرب الماء، مش هيك انا بقول لازم رح نحكي كل شيء ونقول شو لازم نعمل. بين 2 و 3 لتر بالنهار، بنشرب الصبح وعشيه. 2 و 3 لتر وعشيه كثير مهم قبل ما ننام. صار شي 10 اكثر من 10 كبايات. يعني الكبايه هي 200 سلسله تقريبا 150 200، هي البلاستيك البيضاء 200 150 200. سو المفروض كل ساعه ساعه ونص ساعتين كبايه ماء. لازم ينشرب كبايه عصير ليمون الصبح. كثير مفيد، مفيد لانه في سترات ما رح نتطرق مثل ما قلنا، بس انه عصير ليمون كبايه بالنهار منيحه. لازم قد ما فينا نخفف الكول. والكالسيوم الاشياء اللي لازم ناخذها تما يصير في عندنا ترسبات هي الملح، نخفف ملح، يعني ما نملح على الطاوله، لازم ياخذ 6 جرامات ماكسيموم ملح بالنهار. ودغري بناخذهم بالطبخه دغري بيجوا 6 جرامات. ايه يعني هيدي زايده زوده الملح. اكيد الزوده المفروض ما تنحط على الطاوله. اكيد اكيد. البروتينات كثير بتعمل كالسيوم، المفروض ناخذ ماكسيموم 150 جرام بروتين بالنهار. 150 ماكسيموم، يعني بالطبخه، يعني شقفة لحمة صغيرة، شقفة لحمة صغيرة صغيرة، ان كان لحمة او بيض او سمك،
بنقسمهم يعني 150 جرام بتتقسموا على كل النهار لانه كل النهار 150 بناخذ اكيد 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 لانه نحن وقت الكالسيوم بالنهار لازم ناخذ ماكسيموم بين 800 وال1000 ملي جرام كالسيوم اوكي بين 800 وال1000 هلا اذا بناخذ ديجا الفواكه والخضره هودي 200 يبقى عندي بين 600 و800 هو لازم بين المي بين اللحمه بين الاجبان والقلبان يقطعوا 600 800 اوكي هلا اجبان وقلبان بيجي السؤال دائما حكيم لازم ياخذ اجبان وقلبان مفروض للكالسيوم للعظم لازم يتاخذ مره بالنهار وعندنا افانتاج بلبنان انه عندنا كثير جبنه بيضه سو الاجبان البيض كثير قليل الكالسيوم فيهم مثل صغير اذا عندي نص وقيه حيلا جبنه بيضه ما راح نسمي بعطيني 200 200 ميلي جرام كالسيوم كثير منيح قليل لا. اذا بروح على الكامامبير 400 اذا بروح على هلا شيف انطوان اذا بروح على ليش الكالسيوم يعني انا ليش بدي خفف الكالسيوم نحن بنقول انه بالعكس اوقات بناخذ سبليمنت كالسيوم مزبوط هلا سبليمنت الكالسيوم لازم تاخذ السيترات مش لانه الكالسيوم ديجا يعني انا عم ناخذ قلت لك 1000 ملي جرام عم ناخذ من هونيك 200 بيبقى في عندي بين 600 و800 بالمي والافانتاج عندنا المي المعدنيه بلبنان ما فيها كثير كالسيوم مثلا بفرنسا في مي كثير فيها كالسيوم اللي عم يشاهدونا بياخذوا كونتراكس مثلا فيها كثير كالسيوم دونك الاجبان البيضاء ما نروح على البارميزان فيها كثير كالسيوم الجروير الايمونتال فيهم كثير كالسيوم اوكي هذا كله في حال عندنا مشاكل لا هذه الوقعه اليوميه الوقعه اليوميه شو لازم نعمل تما يصير عندي كالسيوم تما اعمل تكوين للبص يعني الكل معرضين فقدان اكيد اذا بدي زيد كالسيوم فوق ال 1000 ملي جرام بالنهار بدي اتعرض يرسب الكالسيوم بالبول ويعمل بحث برجع امتى باخذ سبليمان كالسيوم وشو الفرق بينه وبين الكالسيوم اللي عم نحكي عنه هلا بالمينوبوز يعني لما عندنا المدامات الكبار بالعمر ما بقى عندهم الميعاد الشهريه لازم ياخذوا حبه بالنهار مش حبتين وماكسيموم 500 بالاضافه للاكل لما بدك انت عم تاخذي قلنا ال 1000 اذا عم تاخذي 500 بالحبه خلص خذ قطعه بيجوا بسرعه دغري بيجوا كمان انواع اللي فيها كالسيوم غير قلنا اللحومات لحمه الحمراء لحمه الغنم لحمه النيه قلنا الملح قلنا المشتقات الحليب مره بالنهار البيضه محل الصفرة احسن الصفرة ننتبه على في كثير انواع عندنا بلبنان كثير الهندبه الملوخيه سلق السبانخ رح نعيد هندبه ملوخيه سلق سبانخ شمندر شوكولا الاسود شوكولا الاسود الشاي اوكي الجوز البندق كله هيدا في كثير كالسيوم يعني في اكثر من غيره سؤال ما فينا نخفف من هال نحن كل هاللي ذكرتهم ناخذهم كرمال الحديد كرمال يعني كرمال الشتاء هو لازم كمان نعمل اكيليبر بين اللي عم ناخذه بالكالسيوم والسبلمنتاسيون اللي تفضلتي وقلتي بس انه كاكل ننتبه دغري نوصل للكالسيوم يعني للوقعه اذا واحد بياكل بيتزا اذا بياخذ بيتزا وبحط معها بارميزان او بحط معها جرويير دغري طلعنا عالي بسرعه نص وقية بارميزان تعطينا 1200 ملي جرام كالسيوم نص وقية اذا تنويع خلال النهار بكميات صغيرة هيدا هو يعني الحل المثالي أكيد. في عنا صور جبنا اياهم معك ايه رح نبلش نشوف شوية اذا لحقنا نشوف كل شيء هيدا النوع من البحص رح نفرجيكم بس انه في عنا البحص الصغير يعني تقريبا بالسنتي هيدا هون اذا فينا نشوف بعدين نشوف كمان الصورة الثانية فإذا البحثة بتتكون مع الوقت يعني احنا عم نقول انه هلا نحن مرقين فترة عيد بلكي وعم ناكل بلشنا نحضر رقتنا هالشيء رح يكون عم بحرك يعني البحثة بتتحرك اللي من تنزل طالما هي بالكلوي اذا ما كان مثل هيدي البحثة ولكن لتوصل لهون هيدي البحثة عليها فترة اكيد هيدي البحثة اخذي كل الكلوي بنسميها ستاج هورن يعني الكوراي يعني المرجان شعبي مثل المرجان هي البحصه الكبيره اخذ كل الكلوي اذا بنشوف المجرى هو اللي تحت والاغصان هي لفوق دونك هيدي قطع عليها فتره اكيد هيدي بتوجع بس البحص الصغير ما بيوجع بيوجع لمين ينزل بالمجرى لانه المجرى انه 4 ملي لمين ينسد بيعمل هالاوجاع والكريزة لا تطاق كيف يشخص او تشخص البحصه بالكلوي؟ عم تفرجينا بعد هون بالكلوي مقصوصه كمان بنشوف البحص كيف موجود فيها كمان تقريبا اخذ كل الكلوي. هلا التشخيص التشخيص بيصير دائما يعني اللي مثل ما قلنا اللي عامل كريزه بيعرف واكيد نحن بالنسبه لنا صرنا دغري عم نروح على الصوره الشعاعيه البسيطه يعني الاي اس بي او الكي يو بي صوره شعاعيه بسيطه مع سكانر. يعني كثير خففنا صور ملونه الناس كانت تخاف من صور ملونه صرنا بكل السنترات صار في سكانر حديث بشخص بمليمتر
دونك فينا نشوف شيء بنسميه الايرو سكانر. الايرو سكانر دغري بنعمله بخمس دقائق عندنا التشخيص، نعرف كان البحصه ساده مش ساده، هل بيمشي الحال بعلاج بالادويه بالماي بالحركه او لا، مفروض ساعتها نعمل علاجات جراحيه او تفتيتيه لهالبحصه. فاذا في قطر معين للبحصه اللي بتصير يعني تقدروا هالبحصه تتعاملوا معها ويكون في تدخل طبي، ولكن ممكن تكون كبرت البحصه وما عم بحس فيها المريض، بما انه عم نقول بالكلوي ما بتبين او ما بتعطي عوارض. بالكلوي ما بتعطي عوارض الا اذا عملت نتفه اوجاع او بلشت تعمل نتفه دم بالبول، تلوين بالبول بس. مكسب. اذا ما عطيت عوارض يعني ما عم عم تأذي محلها مثل ما بيقولوا، تأذي محلها، بس إذا ما عم تنزل يعني منطقة الكلوي الموجودة بوجه البحصة ما عم تشتغل ستو، بس أو فيها تعمل التهابات، فيها تعمل أوجاع، فيها تعمل تقلب الكلوي، بس لمن تنزل هون الوجع. في أجسام هي بتعمل بتكون مضبوط، في أجسام، مش هيك نحن لمن يصير في عنا تردد بالكرايز البحص نعمل فحوصات رح نقولهم سريعا بالدم وبالبول مع تجميع بول 24 ساعة تنعرف إذا الكالسيوم زايد بالدم، إذا الكالسيوم عم بي ينفرز كتير بالبول، ما عم يتصرف بالبول، نعمل كالسيوم فوسفور المغنيسيوم الأسيد أوريك يعني الملوحات. النوع الثاني اللي حكينا عنه لازم أحكي عنه دقيقة هو بحص الملوحات، عنا إياه منيح بلبنان، بحث الاسيد اوريك، بحث الرملي. نعم. بحث الرملي مش الرمل، البحث الرملي انه لونه بيكون احمر ما يبين على الصوره، ما يبين معنا الا على السكانر، بس عوارضه هي ذاتها كمان بينزل وبيسد بس بيفرط اسرع، يعني اهولنا نحن جراحيا. هذا البحث نوعه هو كل شيء اكل دسم، يعني كل الجنك فود، كل اللحم النيه، لحمه الغنم، اللحم الحمراء، الشاركوتري يعني جامبون، مرتديل، سلامي، كله المعلبات، هيدا بيعمل نوع بحث الرملي بنقوله، بس هو بحث انتبه يوم زيت العوار. نحن بنسمع اكثر الرجال عندهم مزبوط. مشاكل هذا مزبوط، معك حق 100%، هي ريشيو 2 to 1، يعني اثنين رجالين مقابل مراه اجمالا، هيدا عالميا هيك. وما نستهون عندنا تقريبا عالميا 10% من الناس بيعملوا كريست باس كل سنه، هون بلبنان عندنا اكثر، عندنا بال 20-25%. هل التهابات البول هي مؤشر معين؟ فيها تكون سؤال كثير محله، لانه اذا كانت البحصه نزلت بالمجرى وسكرت تتضخم الكلوي اكيد في بيكون اوجاع، بس فيها تجي مع التهابات، يعني حدا عم يعمل حريق بالبول، نتفه وجع بالكلوي، حراره، تشد برد، تقلب الكلوي، صار يوم يومين، فيها تكون من البحصه اللي مسكره المجرى بلش تضخم بالكلوي. صور الصور الشعاعيه بتفتح الموضوع اكيد، السكانر دغري ببين عنا سريعا. طبعا رح ناخذ وقفه بعد شوي، بس رح نحكي كمان عن يعني العمليه بحد ذاتها. نعم. البروسيدجر يلي يعني بس نقول تفتيت حصى بقلب الكلوي، سو بتكون خايفين على الكلوي يلي هي طبعا عضو كثير دقيق ومتشعب. مزبوط. جدا، وفيه يعني فان كثير وشعيريات كثير يعني دقيقه، وهالشيء طبعا من اختصاصكم. رح ناخذ وقفه ونرجع نتابع هالموضوع. تداعيات إعدام السعودية للشيخ نمر النمر تتفاعل في لبنان، الاستحقاق الرئاسي إلى مزيد من الجمود والجهود تنصب على تفعيل عمل الحكومة. السعودية تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وطهران تؤكد أن قرار الرياض لن يؤدي إلى نسيان خطائها الجسيم بإعدام النمر. إطلاق نار يستهدف الشرطة في بلدة العوامية مسقط رأس الشيخ نمر في شرق السعودية. وصعب يمدد عطلة المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة حتى مساء الأربعاء المقبل بسبب الأحوال الجوية. 6 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في زلزال ضرب شمال شرق الهند بلغت قوته 6.7 درجات. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم، كونوا معنا. دكتور ألان خلف، اختصاصي جراحة المسالك البولية والأعضاء التناسلية، موجود معنا اليوم، وموضوعنا إذن هو البحث بالكلى، وحكينا يعني بالتفصيل كيف تتكون البحصة بالكلوي وكيفية التشخيص وطرق الوقاية. رح نرجع نعيدهم بعد شوي طرق الوقاية لأنه مهمين، ولكن وصلنا للعلاجات يلي العلاجات عادة بتكون علاجات جراحية. في علاجات قبل يعني ممكن أنه أكيد يعني في
بارتي كبير من البحث بيقطع بالدواء ان كان بالبيت او بالمستشفى. شو هو دواء؟ شو بكون عم يعمل؟ يعني بدنا ننتبه كثير مهمه اقول هالكلمه انه بيقول المرضى هل لازم نشرب وقت الكريزة؟ نعم. هلا اذا البحصه مضخم الكلوي اكيد ما لازم نشرب لانه اذا بنشرب بدها تسد زياده. نعم. اوكي تعمل انسداد زياده توليت مش هيك. اذا نعمل سكانر دائما تنشوف اذا هالبحصه معقوله تقطع اما لا. نعم. مثل بيقولوا بالعربي هل مزيره اما بتقطع. في عنا علاجات مثل نوع من تزييت المجرى يعني مثل حبوب تتاخد يصير البحصة تقطع أسهل. في حبوب توسع المجرى. حبوب هي اللي بياخدوها اللي عندهم البروستات معروف انه اخر 10 سم من المجرى في توسع بهالحبوب. وفي اكيد اذا كانت الكريزه شوي اقوى بيكون ساعتها مجبورين نفوت مستشفى ونعطي شانس مثل ما بيقولوا للبحصه تقطع بالادويه اللي هن انتي انفلاماتوار الانتي سبسموديك يعني كل شيء انواع العلاجات اللي معقوله توسع تقطع البحصه. اذا انتقلنا للعلاجات الجراحيه بناخذ صور يلا. اللي معنا اياه هون. لكن اول علاج هو كان لازم نحط مش مشكله عندنا هذا الميل اللي بينحط بالكلوي بيجي من الكلوي للمبوله. هذا الميل هو نربيش داخلي مشان ينفس الكلوي. هيدا مرحله اولى اذا مريض كثير موجوع والكلوي مضخمه بعمليه جراحيه بسيطه بالنضور بالمنظار يعني ما في شق ما في قطب بينحط ميل داخلي ما في كيس بيحمله على البيت. يعني هذا تحضير للعلاج. نعم. ما نعم. علاج. وفي يكون اذا كان هالميل انحط وتوسع المجرى بخلال اسبوعين ثلاثه فيها تنزل البحصه لحالة. اذا ما كانت كثير كبيره لحالها اكزاكتلي. اذا هالبحصه فوق الخمسه سته ميلي لا المفروض نعمل علاجات ثانيه. فينا تشوف بليز شوف الصوره الثانيه كمان رح نشوفها بعد يلا. لحظات في عندنا تفتيت الحصى. نعم. التفتيت الخارجي صورت شقلب وصور مش مشكله. هذا النضور الداخلي اللي هو بنقول له ريجيد اللي هو قاسي اللي بفوت مشان تا يسحب البحصه او يفتتها داخليا. خلينا نشوف كيف بنفتتها وكيف تبين البحصه من جوا. بس هون العمل بيكون بالنضور. نعم بالنضور. وفي اختصاصيين لهالموضوع يعني شغل بالنضور أكيد. فما في شيء بخوف بالعكس. لا اكيد اكيد. وهون العمليه الجراحيه هي عمليه ابسط بكثير من العمليه الجراحيه المفتوحه. يعني ما يعني مشان البحص ما بقى نعمل ولا عمليه شق تقريبا تقريبا تقريبا. اذا فينا نشوف الصور الثانيه بليز اللي نشوف كيف البحصه بالمجرى وكيف عم بيتم استئصالها بشيء بنسميه باسكت يعني مثل بانيه يعني شيء بنسحبها. هون بعدها ما عم نفجر. او فينا نفجرها اذا كانت صغيره فيها نسحبها اذا تسحب معنا نسحبها واذا لا بدنا نكسرها داخليا. بنرجع بس نقول تفجير البحصه ان كان بالكلوي او بالمجرى الكلمه يعني شوي بتخوف ولازم نغيرها يمكن. تفتيت تفتيت انا قلت لازم نغيرها. تفتيت بالمجرى ولكن هالتفتيت ما بياثر على الاعضاء. هيدي بحصه عم نسحبها لانها صغيره اوكي تنسحب. اذا فينا نشوف بعد بليز سري ورا بعضهم الصور. فاذا كنا عم نشوف انه ما بتاثر على الاعضاء. أكيد. هلا هون طبيعي لازم تنشغل بدقه لانه مثل ما قلنا المجرى القطر تبعه ضيق 3 4 ملي مفروض تنشغل بدقه تكون حدا بروفيسيونال عم يشتغلها يعني لانه العمليه بالنضور دائما اصعب من الشق. نعم. دائما الناس بتفكر انه احيانا هي اصعب لانه عم نستعمل اشياء داخليه كثير دقيقه يمكن احيانا للمريض لانه أهياً ما بيكون في عنده جرح واسع ومفتوح. من هي بيهمنا المريض اكثر ما بيهمنا نحن. ولكن التقنيات هي تقنيات متطوره. مزبوط. اكثر شوف عندنا التفتيت الداخلي وعندنا هلا صار من سنتين ثلاثه عندنا النضور اللي فيه يوصل للكلوي حتى النواضير السوبل من قلها فيها تطلع اذا فينا نشوف الصور النضور بيطلع بفتت الصوره داخل بفتت البحصه بحصة. داخليا بالكلوي على الليزر هي اسمها الليزر بس تفتت البحصه بس بعد يعني البارتيكول اجزاء موجوده مشان هيك بترجع اكزاكتلي مشان هيك الصور اللي فرجيناكم اياها اول شيء الميل الداخلي اللي بينحط مشان يوسع المجرى مشان الا من الا صون دوبل جي يعني فيها جي فوق وجي تحت تتعلق فوق وتحت بشكل من تتفتت البحصه ينزلوا الفرافير. هون التكنيك كثير متطوره كمان للبحص الكبير بالكلوي هو بالنضور بالكلوي كومبليتلي بنفوت اذا فينا نشوف بس النضور الكبير كمان هذا النضور بفوت بكسر البحص من جوا بخلال عمليه جراحيه بالنضور بالمنظار من خلال ثقب بالكلوي سنتي تقريبا او 2 سنتي مع بنجعام هيدي صارت عمليه اداء مشان البحص الكبير مثل ما شفناه اول صوره هاي البحصه ما الكبيرة. بعد الجراحه شو بيتطلب من المريض؟ هلا اكيد الـ كل عمليات البحث مثل ما انا 99% بتصير بالنضور دونك هيدي العمليات بتمشي بتعمل نتفه دم بالبول نتفه حريق بالبول نتفه تقل بالكلوي بيتحملهم كل مريض مع الادويه اللي بنعطيه اياهم بده يشرب مي منيح وما في اي مشكله. دكتور علاء خلف اختصاصي جراحه مسالك بوليه واعضاء تناسلي اهلا وسهلا فيك أهلا شكرا لوجودك معنا وفي هلا مشاهدينا ومنرجع بنتابع نحن وياكم بواتسون ام تي في خليكم معنا.
مجلس للتمديد، السلسلة المقطوعة، سوريا الأرض المتفجرة، الحرب التي لا تنتهي، العراق النزف الدائم، فلسطين الحلقة الأضعف، داعش خريطة الدم.